اهلا وسهلا فيكم مع شركة ريست بروبرتي العقارات، معكم خالد ميم مدينة ألانيا. اليوم حابين نعرض عليكم شقة مميزة في منطقة أوبا، منطقة مركزية. الشقة بالطابق الرابع، مساحة 50 متر مربع. شقة غرفة نوم وصالة مفروشة بالكامل، مناسبة لعائلة صغيرة أو مناسبة للاستثمار، لأنه منطقة أوبا من المناطق جدا مرغوبة بصراحة. المجمع بموقع مميز قريب من البحر كثير. اول شيء خلينا نطلع مع بعض ناخذ فكره عن الشقه وبعدين بنحكي عن خدمات مجمع. وصلنا على الطابق الرابع، هلا نحن بالشقه. اول ما ندخل على اليسار في الحمام مباشره، في غرفه النوم، والقسم اليميني في المطبخ مع الصاله. خلينا ناخذ فكره عنهم هلا. المطبخ نظام امريكي، في كل الادوات الكهربائيه، وفي على اليمين هون طاوله الصفرة، وبعدين الصاله والبالكون. نحن بالصاله هلا. الصاله مفروشه بالاثاث بالكامل، فيها تلفزيون وفيها مكيف هواء وفيها باب بيطلعنا على البالكون. خلينا نطلع مع بعض على البالكون ناخذ فكره. طلعنا على البالكون الواسع مثل ما شايفين، مشمس، فيه بابين، باب من غرفة النوم وباب من الصالة، وفيه اطلالة على جبال طوروس. وراي مباشرة في البازار، بازار منطقة أوبا، بيبيعوا فيه الخضار والفواكه الطازجة في اسعار مناسبة. في غرفة النوم نحن هلا، غرفة النوم مفروشة بالاثاث كاملا، تخت وخزانة ومكيف هواء طبعا، باب بيطلعنا على البالكون. نحن ممكن نضيف البالكون لغرفة النوم اذا اغلقنا البالكون بزجاج. شفنا الشقة مع بعض، بتمنى تكون نالت اعجابكم. شقة صغيرة شوي بس لطيفة. موقعها كمان جدا مميز، قريب من البحر، 150 متر فقط، وقريب من كافة الخدمات. مشي على الأقدام نحن بنوصل للميغروس، للمولات، لكافة الخدمات مباشرة. أمام المجمع في عنا بازار، بازار منطقة أوبا، خضار وفواكه طازجة. بالمناسبة سعر الشقة هو 54 ألف يورو فقط. للمزيد ممكن تتواصلوا معي عبر أرقام الهاتف الموجودة أسفل الفيديو. وإلى اللقاء.